والله العظيم واحد زيك متربي في مصر الجديدة وسافر الكويت، حتى الهم اللي رضيت بيه اتقلبت فيه. بتضحك على ايه؟ بتضحك على خيبتك؟ حاجة زي كده. طب انت يالا نديم، لما رجعت من الكويت مفيش حاجة كده تحت المولة؟ طبعا كتير. فاكر يالا أول ما رجعت وكنت عمال تورتم بالكويتي؟ ترى انا اقول لك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الجيز الصغير اركب الجيتي واطير، عندي جيتي كحليه ما يزيدها الدوله. استنى عشان تطير، خد هي. وهي هي نفس الجيتي دي؟ عطى اول الجحص والثاني الجحص والثالث اتجوم وتقول لك حصلني وسلامتك. خلاص خلاص يا عم لا كمان هات. قال لك الرابع يلعبون جرجفة بالديوانية، إيه رأيك في الكلام ده؟ خلاص خلاص خد. بتاع ده جامد أوي. بيجيب كويتي ده.